صباح الفل أجمل وأحلى صباح على حضراتكم جميعا. اتكلمت في حلقة خاصة قبل كده عن مهزلة الطب في مصر، والحقيقة مهزلة الطب في مصر لا يكفيها حلقة واحدة ولا حتى يكفيها ألف حلقة، لأن الموضوع مش مجرد مهزلة مسؤول عنها انحراف بعض من الأطباء، ولا هو مجرد مهزلة مسؤول عنها تقاعس الجهات الحكومية عن القيام بواجبها، سواء بقى بعدم وضع القوانين أو وضع القوانين وعدم التأكد من تطبيقها أو وضع القوانين وتسيب ناس يطبقوها وناس ما يطبقوهاش. مش دول الأسباب الرئيسية المسؤولين عن مهزلة الطب في مصر، ولكن هناك عامل رئيسي وأساسي جدا في انحدار المنظومة الطبية في مصر، ألا وهو جهل الناس وعدم معرفتهم باللي ينفعهم وباللي يضرهم. حتى انت تيجي تنصح واحد جاهل، والجاهل هنا مش شتيمة، هي وصف لحالة انسان بعيد عن المجال الطبي، تيجي تنصحه لوجه الله لما تلاقي نصاب هينصب عليه باسم الطب، لكن ممكن ينتهي الامر بان هو يشتمك انت ويهزاك انت ويلعن سلسفيلك انت، في حين اللي بيضره واللي بينصب عليه تلاقيه بيدافع عنه باستماتة غريبة. وده الحقيقة حصل معايا انا شخصيا، لما قبل كده حذرت الناس من احد الاطباء اللي ادعى حصوله على شهادات وزمالات مزورة ليست حقيقية على الإطلاق ولا علاقة لها بالواقع، وقلت لهم ان الطبيب المحترم لا يصح ابدا ان هو يكذب، لكن للأسف اتشتمت، رغم ان هو بعد الحلقة طلع واعترف ان كل الشهادات اللي اخدها مزورة. عشان كده حلقتنا النهاردة عن سبب من اهم اسباب انحدار المنظومة الطبية في مصر، الا وهو جهل الناس. جهل وصل ببعضهم الى مرحلة الفهلوة في الطب، ووصل بالبعض الآخر إلى مرحلة البجاحة في الطب، وانتهى بوصول بعض الناس للأسف إلى مرحلة الكفر البواح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث قصص هحكيها لحضراتكم، الثلاثة بيدوروا في فلك الجهل، سواء جهل بعض الناس اللي بيدعوا قدرتهم على شفاء الناس بعيدا عن الطب، أو جهل الناس اللي بيروحوا للمدعين دول وهم عارفين ان ما لهمش اي علاقة بالطب، لا من قريب ولا من بعيد، ولكنهم للأسف بيثقوا فيهم ثقة بلا حدود. ابدأ مع حضراتكم القصة الاولى، قصة مهزلة الطب في صورة فهلوة، القصة لعيل صايع وللأسف مش لاقي له وصف تاني. اسمه محمود صلاح، عيل خريج معهد فني وشغال في صيدلية، وعرف له اسم كام دواء، وفي وسط الزيطة والزنبليطة في مصر، واللي عايز يشتغل أي شغلة أي حد تاني مفيش مشكلة، ولا في رقيب ولا في حسيب على أي حد بيشتغل أي حاجة. وفي وسط ما هو شغال في الصيدلية ولقى الناس بتروح تسأله زي أي حد بيروح يسأل أي حد في صيدلية عن دواء إسهال، دواء إمساك، دواء للصداع. أم لقى الموضوع حلو قوي والطب سهل هو قوي يا جماعة، أمال أنتم مكلكعين الموضوع ليه؟ وهوب قام فاتح لنفسه عيادة، وسمى نفسه دكتور، وصور نفسه كذا صورة كده زي ما انتوا شايفين، عيل مطفي او زي ما انتوا شايفين كده، وعمل صفحة لنفسه على الفيسبوك، وعمل رشطات كتب عليها ان هو اخصائي امراض نساء من كلية اكسكسفورت من بريطانيا. واكسكسفورت دي طبعا واضح انها من تأليفه هي كده، يعني كده جاية معاه على اسم مضاد حيوي او مجموعة فيتامينات. لكن المصيبة الاكبر ان هو اختار نفسه ان هو يكون اخصائي نساء، طبيب نساء. يعني الحيوان ده، وانا بعتزل للحيوان والله، ما اختارش مثلا تخصص بطنة او اطفال او جلدية، لا ده اختار لنفسه تخصص من خلاله يقدر يطلع على عورات بناتنا واخواتنا وزوجاتنا اللي اكيد مش عارفين ان هو نصاب، وبيروحوا يتعالجوا عنده على نيتهم على اساس ان هو دكتور امراض نساء. والجزئية دي لوحدها والله تستحق اعدام. القصة التانية قصة مهزلة الطب في صورة بجاحة ما بعدها بجاحة لشخص اسمه محمود البحراوي، عامل صفحة على الفيسبوك كاتب على نفسه انه هو معالج بالاعشاب والطب البديل. الصفحة بتاعته عليها اكتر من 200 الف متابع. الراجل ده ثقته في الخرافات اللي بيتكلم بيها وصلت لمرحلة من البجاحة غير محدودة، بيشتم على كل الدكاترة وبيستهزأ بيهم في كل فيديوهاته، بيشتغل على نوعية من الناس اللي الجهل سيطر عليها تماما، أو كالعادة بيشتغل على فئة المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة مستعصية وقالوا ما نجرب ما يمكن. ودول للأسف أكتر أنواع المرضى بؤسا وشقاء، واللي بيصدقوا أي حد بس يخلصوا من المرض اللي عندهم. الراجل ده وصلت به البجاحة إن هو يدعي قدرته على شفاء جميع الأمراض. انزلاق غضروفي ماشي، يحط إيده على ظهر المريض الغضروف يرجع مكانه على طول.
مريض بالقلب ماشي يوشوشه كده في مناخيره ويقوم القلب راجع لحالته الطبيعيه احسن من الاول كمان. سرطان في الكبد ماشي يقوم عامل له عمليه صغيره كده ان هو يحط المقص في كف ايده زي ما هتشوفوا حضراتكم في فيديو بعد شويه. حتى اللي عندها سرطان الثدي ماشي يقوم ضغط على ايديها ضغطه معينه يقوم السرطان بتاع الثدي والالم بتاعه يروح على طول. او يعلم بكل ثقه ان هو هيخلص العالم كلهم من لبس النظارات. وطبعا لابد ان هو يغلف كل كلامه ده بشويه كلام كده خاصين كده بلهجه دينيه بشويه ادعيه كده، ومفيش مانع ابدا ان هو يتملق الى السلطه بشويه كلام كده كلهم نفاق لا لشيء الا عشان يضمن حياتهم وعدم التعرض له. اسيب حضراتكم مع الفيديو ده وارجع لحضراتكم بعد ما يخلص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طبعا هو المحيل مش هيخلي حد في مصر او في الوطن العربي يلبس نظارات تاني، وداعا لاختراع النظارات زي ما قلت قبل كده في المستشفيات التخاطب، بوصفه اللي انا نزلتها باسم الرئيس السيسي. واحد قال لها فقرات مزحزحه، واحد قال لها فقره على فقره، واحد ده مش كده عايزين شبكه في الظهر. هم قال لك عايزين شبكه في الظهر؟ ليه؟ هتركب شريحه ومسامير. هات يا مصطفى شريحه ومسامير؟ اه هتركب شبكه في الظهر؟ قال لي هركب شريحه ومسامير في ظهري. بص على العمود كده. العمود في ظهري. الناحيه دي شريحه ومسامير. شبكه ومسامير هنا وشبكه ومسامير. اه يعني نعمل تشبيطه كده. اه قبلتين. قال لي هتعملي شريحه ومسامير وشريحه ومسامير. اه في ظهري. انت كنت رايحه عند النجار؟ باين. بتكلم جد كنت رايحه عند النجار؟ انت كنت قطع عند نجار؟ قطع عند نجار ولا حد؟ مش هنرحم بعدنا مرة؟ نرحم بعدنا شوية؟ نرحم بعدنا شوية يا أولاد؟ ألو؟ آه. إيه يا أولاد؟ ولو رأت الدكتور تاني يقول لك اعمل شهادة ديت. طب أنت لما أنت كان عندك بؤرة في الكبد مش كده؟ بتقول حق أنت. أنت عندك معرضين سيارات في السيارات في الإمارات. نعم. يعني هتاخد الامارات؟ طبعا. بس ليها شرط واحد. سلم على محمد بن زايد. لو تقدر انت حقنت الكبد وقلت بعد حقن الكبد القولون ضربني. بالظبط. وبقى عندك امساك وانتفاخات ونهجان والم في الظهر والم في اللجنة. سليم. وعند استعداد لو في عمليه في البطن بعملها من اول واحد لاثنين لثلاثه، وبعدين الجزء ده وبدخل في الابره تبص تلاقي بطنك ارتاحت خالص. عايز اسلم على اهل الامارات كلهم. من الامارات من هنا ما تكونش بركه للمصريين. المصريين جدعان ورجاله ما لهمش في اللف والدوران. والمصريين لو واحد استأمنه على شيء ما بيخونش. لو استأمنته على كل بص بقى هنا الجزء ده رقم بص يا مصريين. المصريين الجنب ده انا مسميه رقم 11 جنب امامي وجنب خلفي. ده برضو العالم كله العالم باجمعه يتوه معايا. ده هم رقم 11 هنا ورقم 11 هنا. في جزء امامي وجزء خلفي. كلام سليم؟ انا عملت له الامامي. كلام سليم من ناحيه ومن ناحيه، اعمل له الخلفي. كلام سليم؟ ايه رقم 11 ده؟ ما اعرفش سبحان الواحد الاحد. الاربعه دول لو جمعنا كلمه اربعه هجيب الكتفين دهوت من هنا، دي عايزه قصه تانيه طلوع عليها. في هنا عضلتين هنا في الخلف هنا، لو اتكيت عليهم كده اهوت الضغط اللي يقف سنه. نفسي اقعد مع الصينيين والكوريين اعلمهم من اول وجديد. بفوت عز وجل. لو الست عندها سرطان في الثدي وعندها الم شديد بتيجي على الضلعين ده من تحت من الحته دي من هنا بالظبط من النقطه دي ومن النقطه دي هتبص تلاقي الم الثدي الم الم سرطان الثدي في التم واللحظه راح انتهى. في واحد انتقد البحراوي ده على اليوتيوب لكن البحراوي ما ردش، لكن الجهل اللي حواليه قاموا بالواجب وردوا تماما. عشان تعرفوا ان الجهل والجهال هم اللي صنعوا البحراوي ده واللي زيه، لان للاسف في منه كتير موجودين في البلد، وطالما وجد الجهل سيوجد الف بحراوي، لانه لولاهم ولولا الجهل اللي فيهم ما كانش طلع بالبجاحه دي، طالما هو واثق ان في اصناف كتيره من الناس دي هيدافعوا عنه. القصه الثالثه للاسف هي مش بس مهزله، لكن تقدروا تقولوا ان احنا بمنتهى البساطه وصلنا للقاع. الناس وصلت في سعيها للاستشفاء من الامراض المستعصيه اللي عندها، وصلت انها تصدق خرافات تخليهم متيقنين ان شفائهم ممكن يكون في ايد بقره. اه والله في ايد بقره. بقره اشاعوا ان لبنها بيشفي من جميع الامراض، بقره موجوده في احدى قرى مركز كفر الدوار بمحافظه البحيره، لدرجة أن البقرة وصاحبها أصبحوا مزار سياحي بيزوروا كل بائس وكل يائس من الشفاء من كل شبر في ارض مصر، وسموها كمان البقره المبروكه. جاي النهارده عشان نكمل الوجبه بتاعتي، ليا ثلاث وجبات، خدت اثنين فاضل واحده.
عندي بنت 5 سنين ما بتتكلمش ونطقت على ربنا الحمد لله عليهم على يد ربنا وعليهم. وانا رجلي ما كنتش بمشي دلوقتي بمشي بقى جاي ماشيه من جاي رجلي. وانا مش هنمشي لما ناخد البيت الثالثه. ما بياخدوش مننا فلوس اللي بياخدوا مننا حاجه، ده حاجه من عند ربنا وبيدانا لله. انا اول يوم اجي النهارده عشان عندي السكر وتعبانه وظهري تعبني ووركي وما بياخدوش مننا فلوس. بنت اختي ما كانتش بتتكلم خالص، جت خدت الجرعه اللبن دي 3 نوبات. اتكلمت فتحركت ماشي. فانا اتصلت بجماعه قرايبي ابنهم تعبان زي ما انتم شايفين كده. جه متقشم في مين؟ في ربنا سبحانه الله وتعالى. وشرب اللبن عشان الراجل دي عشان الواد يتكلم. فلسه اول نوبه ياخد الجرعه بتاعت النهارده. مواصلتين لحد ما جينا لحد هنا وانا عملت 3 عمليات في ركبتي ديت ما في حتى في اسكندريه ما صحتش. فسمعنا برضك ان في حاجه لله كده قلنا نيجي برضك اهو احنا بنصلي على القشاي وباخد علاج اعصاب لما معدتي ما عدتش بعرف اكل حاجه من كتر التعب اللي الاعصاب. تقدر تقول لاي واحد من اللي طلع في الفيديو ده انت غلطان؟ كان نط في كرشك على طول. طب عايز حضراتكم كده تتخيلوا لو واحد فعلا راح ودبح لهم البقره دي قدامهم يا ترى هيكون مصيره ايه؟ يبدو ان الجهل هيدخل بعض الناس قريب قوي في عباده البقر. ولا حول ولا قوه الا بالله. الجهل يا جماعه هو عدو التقدم وافه الامم الحقيقيه. كم من امم قامت حضارتها على هزيمه الجهل وكم من جهل اذهب حضارات امم باكملها. الصحابي الجليل ابو ذر الغفاري قال: العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس لا خير فيهم. فكن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. ويقصد بالرابع الجاهل. المفكر الإسلامي محمد رشيد رضا قال: الثائر من أجل مجتمع جاهل مثل الذي أضرم النيران في جسده لينير الطريق إلى أعمى. وأسوأ مصائب الجهل هو أن يجهل الجاهل أنه هو جاهل. أو كما قال أفلاطون: الجهل هو أساس كل الشرور. فالجهل مع الدين إرهاب، والجهل مع الحرية فوضى، والجهل مع السلطة استبداد، والجهل مع الفقر إجرام. حتى في القرآن الكريم كثير من الآيات جاءت لتنبه إلى مخاطر الجهل، ومنها ما قاله ربنا سبحانه وتعالى لرسوله الكريم: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. أشوفكم إن شاء الله في الأسبوع الجاي.